يا الله. أهلا بكم طلاب الصف التاسع بحلول أسئلة الواجب الحصة السابقة. طلبت منكم سؤال 2 موجود بصفحة 22 من الدوسية، وهو نفسه السؤال الثاني من أسئلة الفصل صفحة 64 من الكتاب. رح يتم مناقشة الأسئلة والإجابة عنها، وبتمنى منكم أنكم تنقلوا الإجابة بجميع التوضيح على الدوسية صفحة 22 وصفحة 23. السؤال الثاني كان بنص على أن تفحصت الطالبة سارة ميزان حرارة طبي زئبقي، انظر إلى الشكل، ثم دونت في دفترها ما يأتي: ألف كمية الزئبق في المستودع قليلة، ب زجاج مستودع الزئبق في الميزان رقيق، جيم الساق رفيعة جدا، دال الميزان مدرج بين 35 درجة سيليسيوس و 42 درجة سيليسيوس فقط، وجود اختناق ضيق جدا فوق المستودع، انظر إلى الشكل. فسر لماذا تراعى هذه الأمور عند تصميم ميزان الحرارة. بتمنى منكم أعزائي الطلبة إنكم تتابعوا معي هلأ الحلول على صفحة 22 من الدوسية. ألف كانت كمية الزئبق في المستودع قليلة، وهذا بعود حتى كمية الزئبق قليلة حتى تتزن مع الوسط بانتقال كمية قليلة من الحرارة دون أن يؤثر على درجة حرارة الوسط التي سيقيسها. ب زجاج مستودع الزئبق في الميزان رقيق، فسر سبب ذلك: حتى يحدث اتزان حراري بين الزئبق والوسط بسرعة. جيم الساق رفيعة جدا، هذا بعود لخاصية الخاصية الشعرية، كلما كان قطر الأنبوب الشعري صغير زاد معدل الارتفاع في مستودع الزئبق، حتى يرتفع الزئبق بسهولة لازم يكون قطر الأنبوب كتير صغير. دال الميزان مدرج بين 35 درجة سيليسيوس و 42 درجة سيليسيوس، وذلك لأن درجة حرارة جسم الإنسان لا تقل عن 35 درجة سيليسيوس ولا تزيد عن 42 درجة سيليسيوس وهو على قيد الحياة. وجود اختناق ضيق جدا فوق المستودع ليمنع رجوع الزئبق للمستودع مباشرة، فيتمكن الشخص من قراءة تدريج الميزان. هذا بالنسبة أعزائي الطلبة لسؤال 2، بتمنى منكم تدوين الإجابة في دوسية صفحة 22. هلأ رح نيجي ننتقل لسؤال 3 واللي كان موجود بصفحة 23 من الدوسية. أكمل الفراغ فيما يأتي: ألف درجة حرارة سطح الشمس 6000 درجة كلفن، وهذا القياس يساوي بالدرجة سيليسيوس. هلأ سؤال 3 أعزائي الطلبة بدهم نحول 6000 درجة كلفن إلى درجة سيليسيوس، فالفرع ألف أعزائي الطلبة هلأ إحنا بدنا نحول 6000 درجة كلفن إلى درجة سيليسيوس. بتطبيق أعزائي الطلبة القانون الرياضي الكلفن تساوي درجة سيليسيوس زائد 273 راح نجد إنه الكلفن درجة كلفن راح أخذها وأعوضها في القانون محل الكلفن 6000 درجة سيليسيوس زائد 273. طبعاً راح أطرح 273 كعملية رياضية بسيطة، فراح تصفي معي الدرجة سيليسيوس تساوي 5727 درجة سيليسيوس، وهيك أنا بكون طلعت حولت 6000 كلفن إلى درجة سيليسيوس. هذا بالنسبة للفرع ألف. الفرع باء نعود له من الكتاب رح أقرأه، اللي هو درجة انصهار الذهب 1063 درجة سيليسيوس وتساوي بالكلفن. يعني إذا إحنا هلأ باء بدنا نحول 1063 درجة سيليسيوس إلى درجة كلفن. هلأ مع الحال على نفس القانون السابق أعزائي الطلبة اللي هو الكلفن يساوي درجة سيليسيوس زائد 273، لكن هون أنا أعطيتك درجة الحرارة بالسيليسيوس، فهون أعزائي الطلبة بدي أعوض 1063 مكان درجة سيليسيوس في القانون، فراح تكون كلفن تساوي 1063 زائد 273. طبعا عملية حسابية بسيطة جدا، 1336
كلفن، وهيك أنا بكون حولت الـ 1063 سيليسيوس إلى درجة كلفن من خلال تطبيقي للقانون الرياضي. الكلفن يساوي درجة سيليسيوس زائد 273 بالتعويض المباشر، وبتطلع معنا الدرجة بالكلفن. هذا بالنسبة للفرع ب. الفرع ج، الفرع ج اللي هو بيحكي أعزائي الطلبة درجة حرارة جسم طائر 315 كلفن، يعني بدنا نحول ال 315 كلفن إلى درجة سيليسيوس. لاحظ إنهم هم يعني على أساس يأكدوا عليك الحل وحفظك للقانون، لازم تحفظ القانون، عم بعيدوا نفس المس يعني الهاي لكن بدرجات حرارة مختلفة. نفس القانون أعزائي الطلبة، الكلفن تساوي درجة سيليسيوس زائد 273. أنا أعطيتك درجة الحرارة بالكلفن، لهيك رح يتم التعويض بإيش؟ بالكلفن. 315 درجة سيليسيوس زائد 273. رح نلاحظ إنه رح نطرح 273 من كلا الطرفين، ورح تنتج عنا الدرجة سيليسيوس تساوي اللي هي 315، عشان ما تحكي مس من وين جبتيها، ناقص 273. أتوقع كل طالب منكم لازم يكون يعرف يعمل هاي العملية الحسابية، وهي تساوي 42 درجة سيليسيوس. إذا أنا هيك بكون حولت ال 315 درجة كلفن تساوي بالنظام السيليسيوس 42 درجة سيليسيوس. هذا بالنسبة للفرع الثالث. هلا نيجي أعزائي الطلبة للفرع الأخير اللي هو بحكي لك درجة غليان الأكسجين السائل 90 كلفن وتساوي بالفهرنهايت. هلا رح تحكي لي مس أنت ما أعطيتينا قانون يحول من الكلفن مباشرة للفهرنهايت، لكن أنا رح أعطيتكم قانون من الفهرنهايت للسيليسيوس وما بين الكلفن و السيليسيوس، لهيك أنا كالآتي. هلأ طلبوا عنا نحول أعزائي طلبة التسعين كلفن إلى الفهرنهايت. هلأ هون أعزائي شو بدنا نعمل؟ هون بدنا نعمل طريقة التحويل، إنه بدنا أول شيء بدنا نعمل طريقتين، تحويل من الكلفن إلى السيليسيوس، ثم بعد ما أحول بالسيليسيوس راح أخذ الدرجة سيليسيوس وأحولها للفهرنهايت. إذا أنا عندي هنا خطوتين للحل. الخطوة الأولى راح تتضمن تحويل من الكلفن للسيليسيوس، وبعدين بأخذ الدرجة السيليسيوس وبحولها للفهرنهايت. فهيك أنا بكون حولت 90 كلفن للفهرنهايت. خلنا نتابع الحل مع بعض. الحل، أول إشي بدنا نحول 90 كلفن إلى السيليسيوس. بتطبيق العلاقة الرياضية، الكلفن تساوي درجة سيليسيوس زائد 273. منعوض الدرجة كلفن مكانها في القانون 90 درجة سيليسيوس زائد 273. رح نطرح من كلا الطرفين، ناقص 273 ناقص 273. رح تصفي الدرجة سيليسيوس تساوي 90 ناقص 273. لا تحكي لي ماس طلعت معي بالسالب يعني في خطأ، لا عادي، أصلا نظام الكلفن بتدرج، فتساوي السالب 183 درجة سيليسيوس. هاي أول خطوة بالحل، إني حولت من كلفن 90 كلفن ساوت سالب 183 درجة سيليسيوس. هلأ بدي أخذ السالب 183 درجة سيليسيوس وأحولها للفهرنهايت عن طريق العلاقة الرياضية، الفهرنهايت تساوي 9 على 5 ضرب درجة سيليسيوس زائد 32. هلأ تطبيق مباشر، 9 على 5 ضرب سالب 183 زائد 32. هلأ في طلاب رح يقتصروا الخمسة مع 183، هي ما في بيناتهم اختصار، رح تطلع معك فواصل بالعشرة. في طلاب رح يعملوا انه 9 ضرب 183 تقسيم 5، فأنا هيك رح أعمل 9 ضرب 183 رح تعطيني 1647 على 5. طبعا إمكانك تستخدم عزيز الطالب هون الآلة الحاسبة، لأنه العملية شوية رح تكون طويلة لإلك. هلا رح يطلع عنا سالب 3
129.4، يعني أنا بعد ما قسمت ناتج ضرب 9 ضرب 183 على 5 ماشي، راح يطلع معانا هذا الرقم زائد 32، وراح تطلع معك بالأخير سالب 297.4 إيش فهرنهايت. هيك أنا بكون حولت ال 90 كلفن إلى فهرنهايت. وهيك منكون حلينا معاكم أسئلة الواجب اللي تم طلبها منكم في الحصة السابقة، ودمتم بعون الله ورعايته.